مختلف وسائل الإعلام، تعليقك حسان، ما الذي يثير انتباهك في 24 ساعة هذه في علاقة بتطورات الوضع في غزة؟ في علاقة بتطورات الحرب على غزة، الكثير من المعطيات الجديدة دخلت إلى الميدان. نحكيوا على كلمة أبو عبيدة والمهلة 5 أيام في عملية تبادل الأسرى المدنيين، أي 50 أو 70 مشترطين بمهلة لخمسة أيام، وقف إطلاق النار 5 أيام. نعم. نتحدث عن الموقف الفرنسي الداعي إلى هدنة إنسانية مفتوحة يأتي يثرها وقف لإطلاق النار وسياق. نعم. حدثوا كذلك على موقف سفراء فرنسا في الشرق الأوسط وفي بعض دول المغرب الكبير، دول المغرب الكبير اللي انتقدت صراحة انحياز رئيس إيمانويل ماكرون. هو تسريب حسين ولا أكيد هو تسريب لأوساط صحفية أنه السفراء وجهوا رسالة لوزارتهم؟ مذكرة ولا؟ مذكرة لفيجارو هبطت مقالها، واضح تم حتى الاستناد إلى دبلوماسيين سابقين بالتفسير والتعليم. تم النشر كذلك موقع أمريكي أكسس نشر معناها خبر حصري يقول فيه أنه 100 من موظفي وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التعاون الدولي الأمريكية بعثوا نهار 3 نوفمبر مذكرة داخلية لمقر وزارة الخارجية ينتقدوا فيها الانحياز نتاع إدارة بايدن للاحتلال ويتهموا بايدن بأنه متواطئ في جرائم إبادة جماعية وجرائم إبادة حرب ويطالبوا بوقف إطلاق النار، مع أنه يدينوا 7 أكتوبر ولكن الإدانة الكبرى كانت لجرائم الاحتلال. نحن إذا تغير في المشهد الدولي في التوازنات مع أخذ بعين الاعتبار معطيات الميدان، كلنا فهم أخبار رهبط ما عندوش دقائق معدودات حول قتل 9 من جنود الاحتلال في معنى كتاب القسام، ايه فهم التفاصيل هذه الكل تعطيك مشهد آخر مختلف. للأسف الشديد هذا المشهد في سياقات أخرى في تصورات استراتيجية أخرى للدول العربية كان يكون مشهد رائع أدي إلى عرفتها لو أنه كان هناك دعم فعلي عربي للمقاومة، لو كان هناك موقف عربي مختلف عن المواقف اللي تم إصدارها كان يكون الحدث أكثر وضوح وكانت الحرب تنتهي خلال. قبل ما نختم، وزير الاحتلال يوم أمس تحدث في ندوة صحفية أنه أمامهم 2 إلى 3 أسابيع قبل أن يصبح الضغط غير قابل للتراجع، بما معناه أنه الضغط سيتصاعد وانه الاحتلال عنده 2 أو 3 أسابيع باش يحقق الانجازات العسكريه. واضح واضح. خلي نحكي مع الاستاذ عماد ولد جبريل، ياتينا من البرلمان والبرلمان شغل الدنيا وملأ الناس طيله 2 أسبوع تقريبا في علاقه بقانون